السلام عليكم. 8 أشهر هي المدة التي تعهد بها الأستاذ مراح إبراهيم أستاذ مكون في مدرسة ابتدائية من أجل إبراز قدرات أبنائنا التلاميذ الأكاديمية من خلال مشروعه ابني دكتور المستقبل الذي سيرى النور والتطبيق ابتداء من شهر سبتمبر القادم إلى غاية شهر أفريل. هذا المشروع الذي أخذه الأستاذ مراح على عاتقه بكل جد ويقين ورهن به مسؤولي قطاع التربية في المنطقة وبمختلف درجاتهم جهرا، وسعى في ذلك إلى طرق وأساليب مختلفة فقط من أجل أن يثبت صحة نظرياته، فكان إصدار كتابه التفاعلي البسيط بجزئيه وفتح موقع إلكتروني يحمل نفس الاسم قناة البسيط لدليل على ثقة ما يقول وما ينجز من تقدم لصالح التلميذ. عندنا قراءة، عندنا الإملاء، عندنا التعبير، عندنا مهارات كثيرة، وهذه راح تخضع لمجموعة من الكراريس الآن في ولأنه يملك اليقين فيما يقدم ويقترح، فقد تطورت لديه الملكة إلى إطلاق مشروعه ابني دكتور المستقبل عشية يوم السبت الفارط في ندوة بمكتبة البشير الإبراهيمي، جمعته مع أمهات وأباء أطفال متمدرسين وكذا بعضا ممن لهم علاقة بقطاع التربية، وحضور مديرة مدرسة الغد المشرق المساهم الأكبر في إنجاح فكرة الأستاذ، أين أوضح بإسهاب أسباب إطلاق مشروعه وعن نتائجه التي يتعهد بالحصول عليها مع طرحه لكافة التسهيلات والضمانات لمشروعه حتى يضمن ثقة الأولياء والمعلمون في نجاح مشروعه. استضفنا اليوم الحضور بالتعاون مع أستاذ إبراهيم مراح لشرح البرنامج الخاص الذي سنقدمه أو سنحتضنه ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، وهو مشروع ابني دكتور المستقبل. نتمنى أنه المشروع هذا إن شاء الله اللي رانا احتضناه في المدرسة الخاصة نتاعنا، أنه إن شاء الله يلاقي نفس الصدى ويلاقي نفس النتيجة اللي كنا حققناها في دورة الخط بإذن الله. هذه الندوة التي أسدل فيها الأستاذ مراح اللثام عن مخاوف الأمهات والأباء الذين تداولوا على المنصة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم عن ماهية المشروع. المشروع مهم جدا ويريح الأولياء بدرجة كبيرة، وكان عندي تساؤل فقط انه هل الحجم الساعي 15 ساعة شهريا هل هي كفيلة وراح تقدر معناتها تغطي انك تكمل برنامج كامل؟ مشروع جديد اللي هو ابني دكتور، نتمنى ان شاء الله توفيق، وما سمعناه اليوم مباشرة من هذا الأستاذ فاضل اللي دائما كلمة هو وعد اننا ان شاء الله نلجأ إلى الخير. مشروع ابني دكتور المستقبل هو الذي يمس الفئات التعليمية من السنة الأولى إلى السنة الخامسة، هذا المشروع أقدمه اليوم للتوضيح وليكون يعني أمام السادة الأولياء حتى نستقبل أولادهم إن شاء الله مع بداية شهر سبتمبر. هذا المشروع هو مشروع موازي لمناهج لما يقدم في المدارس الابتدائية، أتمنى إن شاء الله من الجميع أن ينضموا إلى هذا المشروع. ابني دكتور المستقبل هي المرحلة التي جاءت بعد محاولات كثيرة من طرف الأستاذ مراح من أجل إثبات نظريته التي اعتبرت للجمع الذي حضر الندوة براءة اختراع، أين تمنى الجميع إنجاح المشروع خاصة للنتائج المزرية التي يتحصل عليها أبناءنا التلاميذ أثناء تحصيلهم الدراسي.